عليكم. في بيج جديدة عملناها اسمها مصطفى لشع بالعربي والانجليزي. انا ما كنتش حابب الاسم لان هو مصطفى في البيت ولشع على القهوة او مع اصحابي، لكن مصطفى لشع مع بعض تحس انها مقتبسة شوية من عصام صاصة وحمو تيخة والناس دي، مع احترامي ليهم يعني. بس هي للاسف اتعملت اسمها كده، هي مصطفى لشع. هننزل عليها اول فيديو يوم الخميس الساعة 8، وكده كده في فيديوهات هتنزل عليها وفيديوهات هتنزل هنا، يعني مش هيبقى في واحدة بس هي اللي شغالة، الاتنين هيفضلوا شغالين. انا الحقيقة كسبت رهان حلو جدا، ان انا لما جيت اعمل او جينا نعمل البيج الجديدة القديمة او مش القديمة يعني، بند ترند عليها حوالي اكتر من 800 ألف، فقلت لو جالي منهم 100 ألف ف رضا يعني، وتراهنت مع الناس. الحمد لله جالي 6 آلاف بالظبط، فبرضه بداية كويسة يعني، الواحد يحاول يبقى إيجابي. أي كوميك بينزل سواء هنا أو هنا، وعهد الله ما أنا اللي عامله، مش بتاعي خالص ولا فكرتي، ولا قعدت أشرب سيجارة ورحت طالع بيه. هو في حاجات الناس بتعملها وبتبعتها فبينزلوها، وفي حاجات البيج هي اللي بتنزلها. آخر حاجة بقى، المفروض إن عشان معرفش حاجات كده هما ما فهموها اللي أنا ما فهمتهاش، بس المفروض إن احنا نحاول نطلع لايف كذا مرة أو على الأقل كل أسبوعين مرة، حاجة زي كده. فانا يعني تعالوا ندور على اي حاجه نعملها في اللايف غير ان انا اطلع اقول احمد محمد وحشني قوي ولا ايش، وانت كمان يا ابو حميد فينك وحشني جدا، وانا لا عارف احمد ولا عارف هو ساكن فين ولا بيعمل ايه، او ان انا تعالوا اشارككم يومي، انا بصحى من النوم اخد اللاتيه بتاعي ما بتكلمش ولا كلمه يعني، غير في وجود المحامي، يا اما لما اخد اللاتيه. بعد كده بفتح البلكونه عشان اهوي المكان، ببص على جارتي وهي بتغير، تعالوا اوريكم جارتي. الحاجات دي بالنسبه لي صعبه قوي يعني، او ان انا مثلا اطلع بقى واقعد اشكر الناس اللي وقفت جنبي لحد ما اعرفش لحد ما ايه اللي حصل اصلا يعني، مفيش حاجه حصلت وبتاع، وبجد حابب اشكر اهلي وقرايبي واشكر لحد من اول الراجل اللي طهرني، واقعد اجيب لا يعني برضه ما بقتنعش، لو عايز اشكر حد اروح له تقديرا ليه يعني واشكره بس. هو جزاني وجزاكم الله كل خير، شكرا.